هذا عالم خاص بسرهان، عالم وحشي، عالم سيكولوجي خاص فيه، له علاقة بمكنونات داخلية لا يعلمها إلا سرهان أدهم. سرهان أدهم هو اللي لك إنه الطفل الصغير جدا 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 الذي يخاف كوابيس الليل، خلينا نسميه هيك. أنا بشوف بعمله كله هي كأنك عم تشوف كوابيس، كأنك عم تشوف شخوص وحشية مفعمة بالخوف. معرض سرهان أدهم المعرض الحلو كتير، لأنه هو يعني بيرسم بطريقة تعبيرية، بيهتم باللون وبيهتم بدقائق التفاصيل الشخصيات، في عنده بيهتم بالحكمة وبالأمثال الشعبية، وبيهتم بالحياة الاجتماعية وبالتآلف ما بين أنا يعني مثل ما فهمت عما بحكي انه يهتم بالتآلف ما بين بالمجتمع اللي هو عايش فيه.